وجدير بالذكر بسبب تاني انه لا يوجد طرف في الغرب اعطى كفر غطاء للاسلام السياسي داخل الغرب وخارج الغرب زي اليسار الغربي. اليسار الغربي هو الطرف رقم واحد الذي يعطي قبلة الحياة دائما للاسلام السياسي داخل الغرب وخارج الغرب. لدرجة انه انت النهاردة مثلا انا مثلا لما حد لو حد فيكم تابع مسلسل الاختيار اتنين مثلا او حتى الاختيار واحد لما بنتكلم عن مسألة فض اعتصام او التجمع الجهادي المسلح في رابعة العدوية بيبقى ايه رد هؤلاء النشطاء ومن سار على ركبهم؟ يعني انه انت نازي وارهابي وعديم الرحمه وانت لازم تتعاطف مع الاخوان المسلمين بغض النظر وتتعاطف بقى بالمره مع داعش وتتعاطف مع جبهه النصره والا تبقى يعني سفاح وما عندكش رحمه وغيره. يعني ده برضه استنساخ لفكره ايه لاسلوب الخطاب بتاع اليسار الغربي برضه في هذه المساله. وعلى فكره هو نفس ما يقال في الغرب برضه من اليسار برضه محاوله ايه انه اي حد بيتكلم عن وضع المسلمين مثلا في الغرب سواء في امريكا او في غيرها برضه بيواجه بهذه الاتهامات ان هو عنده رهاب الاجانب عنده زينوفوبيا وغيره وغيره وغيره. يعني مثلا لما اقول لك احصائيه مثلا انه 70% من السجناء في فرنسا مسلمين وهي احصائيه موثقه، اليسار لا يفهم الاحصائيات غربا وشرقا، هو لا يفهم الاحصائيات ولا يفهم العلم. يعني اذا تحدثت مع نسويه غربيه مثلا تحدثت مع نسويه غربيه من حوالي اكتر من سنه بشكل شخصي مش على الانترنت، يعني اتقابلنا لاسباب ما وكنت بحاول اتكلم معها، هي من فنلندا حتى مش من امريكا، لكن هي نفس العقليه. هم لا يبالون يعني الحقيقه لا بالحقائق العلميه ولا بالحقائق البيولوجيه ولا باي احصائيات وغيره.